أهلا بكم من جديد، وللوقوف أكثر على تطورات المشهد السوري وذكرى مرور 5 سنوات على سقوط حلب وأثر ذلك على التموضع القوي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الإعلامي والكاتب الصحفي السوري نورس العارفي. أهلا ومرحبا بك أستاذ نورس. أهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين. أستاذ نورس، 5 سنوات على سقوط حلب، إحدى أهم القلاع في الثورة بيد النظام والميليشيات الإيرانية، كيف أثر سقوطها على خريطة استمرار الثوار ضد نظام الأسد؟ حقيقة حلب كانت نقطة تحول في مسيرة الثورة السورية. نحن نعلم أهمية هذه المدينة الاستراتيجية، هذه المدينة الأولى صناعيا في سوريا، وطبعا الثانية من حيث الأهمية بعد العاصمة دمشق. كان هناك آمال كبيرة معقودة على حلب وعلى سيطرة الثوار على حلب، على تلك المحافظة المهمة كما تحدثت كما أسلفت، لكن سقوط حلب كان ضربة حقيقة إن صح التعبير، وكان خيبة أمل للثوار، لأننا نعلم بأن سقوط حلب لم يكن بقوة نظام الأسد، بل كان بالتفاهمات السياسية وبالهجمة الشرسة التي شنت على الثورة السورية من قبل الدول الأوروبية، وعلى رأسها طبعا من قبل أمريكا والدول الأوروبية، وللأسف على رأسهم ما كان يسمى أنذاك، أو أغلب ما كان يسمون أنفسهم أنذاك أصدقاء الشعب السوري، أغلب طبعا وليس الجميع. ما الدور الذي لعبته الميليشيات الإيرانية في الانتهاكات التي شهدها ويشهدها المدنيين حتى الآن في سوريا؟ حقيقة إيران هي جاءت بنزعة طائفية انتقامية. الإيرانيون الآن، لا طبعا لا أحب أن أتحدث يعني بطابع طائفي، ولكن للأسف هذا هو الواقع. نحن نرى الكثير من الفيديوهات التي تنشر من الإيرانيين وهم يعلمون أطفالهم على شتم الخلفاء الراشدين، وهم يدرسونهم بأن قتل السني هو أمر جيد، نراها منتشرة كثيرا طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي. فالإيرانيون عندما دخلوا إلى سوريا دخلوا بهذا الطابع ودخلوا بهذا الأمر، دخلوا للانتقام، دخلوا لنشر المذهب الشيعي، لم يأتوا فقط للوقوف مع نظام الأسد، أو لم يأتوا للوقوف مع نظام الأسد أصلا، هم جاءوا للسيطرة على سوريا لنشر مذهب التشيع، جاءوا للانتقام حقيقة من كل السنة. عودة أؤكد للأسف لا نحب أن نتحدث هذا الحديث الطائفي، لكن هم من أجبرونا على ذلك من تصرفاتهم ومن الأمور التي قاموا بها، التي أيضا لا تخفى على الإعلام، من الكثير من الممارسات الطائفية، الكثير من الممارسات الوحشية، نشر مذهب التشيع بأسلوب العصا والجزرة، بأسلوب الترغيب والترهيب، أي يبدأون بالترغيب وبأن لك راتب إن لم تخضع، يبدأ أسلوب الترهيب ويبدأ التهديد ويبدأ بعرقلة جميع الأمور، لا تمشي الأمور، لا تسير الأمور. طبعا هذا بحلب، بدير الزور، بكل الأماكن، إلا إذا كنت منتميا للمذهب الشيعي. فحقيقة إيران جاءت بنزعة طائفية، بنزعة انتقامية إلى سوريا، وهذا ما رأيناه من ممارستها على الأرض. إلى أي مدى ترى أن سقوط حلب سهل لروسيا فرض مسار أستانا لتعويم النظام وتقويض الحل السياسي؟ حلب كانت نقطة مفصلية، سيطرة النظام على حلب حقيقة كانت نقطة تحول، كان نقطة تحول في مسار الثورة السورية، وبالفعل أعطى روسيا القوة، أصبحت موسكو تتحدث بمنطق قوة، وأعطى أيضا طهران منطق القوة، نظام الأسد أيضا، لكن الحقيقة هي محور العمل هي الدولة التي سألت عنها، وهي روسيا التي بالفعل عملت دائرة على السيطرة على حلب، وإيران أيضا من خلفها. فإيران يهمها بقوة نشر التشيع في هذه المحافظة المهمة، في هذه المحافظة الاقتصادية، عصب الاقتصاد بالنسبة لسوريا.
فسيطرت روسيا وإيران على حلب، لا نقول سيطرت النظام أو النظام الذي أعادها، أبدا ما سيطرهم روسيا وحلب وروسيا وإيران. والآن الميليشيات الشيعية هي التي تسيطر وهي التي تحكم وهي التي تعيث بها فسادا. إذا سيطرت تلك القوات على حلب كانت تحول في مسار الثورة السورية. بالمقابل، كيف ترى الدور الأمريكي في سوريا، لا سيما مع تقرير واشنطن بوست الذي يؤكد أن سياسة بايدن تجاه سوريا غير متسقة ومتناقضة في نفس الوقت، وما انعكاسات هذا الأمر على إعادة تدوير نظام الأسد أو الأسد نفسه؟ سيدي أوباما أو بايدن أو ترامب، لاحظ تغير الآن 3 رؤساء والسياسة الأمريكية واحدة. سياسة أمريكا تجاه سوريا وتجاه الوطن العربي بشكل عام هي ليست سياسة تعود للرئيس إن كان ديمقراطي أو جمهوري. تبدل الرؤساء بين الديمقراطي والجمهوري، ولاحظنا بأنه لا يوجد أي تبدل تجاه سياسة أمريكا بالنسبة لسوريا وما يحصل بها بالنسبة للثورة السورية. هذا أمر هو سياسة أمريكا وليس سياسة رئيس. نحن نعلم بأن في بعض الدول عندما يتبدل الرئيس وخاصة الحزب بحزب، يعني كان أوباما من الحزب الديمقراطي، جاء ترامب من الحزب الجمهوري، لم يتغير شيء، لأنها سياسة دولة. السياسة الأمريكية مبنية على مصالح إسرائيل في المنطقة، ومن مصالح إسرائيل، وهذا ما صرح به السياسة الإسرائيليون، قالوا نحن لا نريد إزاحة النظام ونحن لن نجد بديلا للنظام. إذن ما دامت إسرائيل تريد نظام الأسد في سوريا فلن يتغير شيء، سواء تغير الرؤساء أو أي شيء حصل، فهذه سياسة دولة، سياسة إسرائيل، وليس سياسة تعود للرئيس الذي يحكم، يعني إن كان بايدن أو ترامب. فالأمر سيان لأنها سياسة أمريكية تتسق مع ما تريده إسرائيل ومصلحة إسرائيل الواضحة ببقاء نظام الأسد. اختتمت منذ يومين مباحثات استانا وركزت على الدفع في ملف اللجنة الدستورية. إلى أي مدى ترى أن حل الأزمة السورية في ظل هذه التداعيات وتقاطع مصالح القوى الفاعلة هناك؟ أي شيء تريد أن تعومه الدول الكبرى تضع له لجان. أعطيك مثالا، مقتل الحريري كان واضحا والجميع عالم من الذي قام باغتياله. بدأوا بمحكمة دولية ولجان وكل هذه الأمور لتمييع القضية ولإدارة الأزمة. الآن المجتمع الدولي بكل أطيافه يعني يريد إدارة الأزمة في سوريا ولا يريد حلها. لو يريدون حل ما يحصل في سوريا وإيقاف شلال الدم وإزالة نظام الأسد لفعلوا كما فعلوا في ليبيا، كما تدخلوا في عدة مناطق حقيقة خارج حتى مجلس الأمن الدولي. حتى الفيتوات التي ترفعها الصين وروسيا أمريكا راضية عنها. إذن حقيقة نحن أمام إدارة للأزمة في سوريا، إدارة لما يحصل في سوريا، وليس المسير باتجاه الحل. فسواء كان أستانا أو مجلس الأمن أو كل اللجان التي تعقد الآن، والتي اللجنة الدستورية والآن ماضين قدما بإيجاد دستور جديد. المشكلة ليست بالدستور يا سيدي، المشكلة ليست بالدستور، المشكلة في نظام الأسد، في وجود هذا النظام الذي يفصل الدستور على مقاسه. فمشكلة سوريا ليست بالدستور، مشكلتها بالنظام الذي يقبع ويجثم على صدور السوريين، وما زال شلال الدم يجري في سوريا. فهذه اللجان التي تعقد الآن هي لإدارة الأزمة السورية فقط وليس لحلها. الإعلامي والصحفي الكاتب الصحفي السوري الأستاذ نورس العرفي، كنت معنا من اسطنبول عبر سكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.